أهلا من جديد. علق قبل قليل قائد منتخب البرتغال لكرة القدم ومهاجم يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو على اتهامه باغتصاب سيدة أمريكية عام 2009، وذلك عبر حسابه الرسمي على تويتر عبر تغريدتين نفى فيهما الاتهامات الموجهة إليه، واصفا الاغتصاب بالجريمة الشنيعة التي تخالف كل ما يؤمن به، مشددا على رفضه تغذية ما وصفه بالعرض الإعلامي الذي خلقه أناس يسعون للترويج لأنفسهم على حسابه. وأضاف رونالدو في تغريدة أخرى أن ضميره مرتاح وسينتظر نتائج سينتظر النتائج وكافة التحقيقات. وكانت الأمريكية كاثرين مايورغا رفعت دعوى على رونالدو الأسبوع الماضي، اتهمته فيها باغتصابها في أحد فنادق لاس فيغاس قبل 9 سنوات، وهو ما أنكره رونالدو الآن في تغريداته.